ليست المرة الأولى التي يبدي فيها أهالي عدن اعتراضاتهم ويرفعون أصواتهم في وجه السلاح المنفلت في شوارعهم، ولن تكون المرة الأخيرة للوقفات الاحتجاجية ضد البنادق. فأمام هذه الموجة من الاعتراض الكثير من الوقت والجهد كي تصل إلى مبتغاها، وما زالت الأصوات بعيدة عن مشعلي الفوضى في المدينة التي يسكنها الخوف من جديد ويتكاثر فيها قادة الفصائل. فالمدينة التي امتازت لوقت طويل بسلام سكانها وميولهم نحو الرغبة في المدني تتحول الكثير من أوقاتهم إلى مطاردات في الشوارع وتبادل إطلاق نار لأسباب يجهلونها، ويبحث الجميع عن ملاذ. فقبل 3 أسابيع وجد أهالي خور مكسر أنفسهم محاصرين بالموت حين اعترضت فصائل مسلحة على مطالبات لها بتسليم أسلحتها الثقيلة إلى جهات رسمية. والأسلحة التي تطالب الدولة بعودتها إلى معسكراتها كثيرة وموزعة في مناطق مختلفة، وهي أكثر ما يتهدد حياة الأهالي ويقلق سكينتهم ويبعث لديهم الخوف من غموض المستقبل الذي تدخله عدن بفصائل وأسلحة مصوبة نحو بعضها دون أي وجود لخطة تمحو مظاهر حرب انتهت منذ عام ونصف في شوارعها وتغير فيها نوع المحاربين وأهدافهم.